حضرتك يا فندم، ايه تعليقك على بيان القوات المسلحة بتفويض او ترشيح الفريق السيسي لرئاسة الجمهورية؟ هو البيان ده يعني توافق مع رغبة الشعب في ترشيح الفريق السيسي، لانه هو يعني نال رغبة من جميع الناس ان هو يترشح لرئاسة الجمهورية، وده نتاج المواقف المشرفة اللي حصلت في الفترة اللي فاتت. القوات المسلحة ما رشحتش السيسي، السيسي مكلفا من الشعب المصري بقوة فاعلية العصر والوقت. تخيل ان السيسي ما كانش موجود في 30/6 و3/7، كان هيحصل ايه؟ كان سينا راحت للارهابيين، حلايب وشلاتين راحت للسودان، اتقسمت مصر زي ما قال محمد مرسي، نضحي بجزء من الشعب عشان الباقي يعيش، عشان الاخوان المسلمين يعيشوا، فكانت هتبقى في اقتتال في مصر. فالسيسي هو اللي احنا شفنا اعماله الحسنه وافعاله الصادقه، وبالتالي الشعب مكلفه بالترشيح. كل الشعب نداله صراحه، واحنا كلنا بنأيده يعني، ربنا يا رب يخليه لنا يا رب ويصلح حاله، لان اصل البلد محتاجه له يعني. لان ربنا يا رب يكفي شر البلاوي كلها يا رب. فرع فتح السيسي مش هيجي بعصا سحريه، لازم الناس يبقى عارفه كده، الراجل وطني جدا جدا، ووطنيته لا مفيش واحد يقدر يشكك فيها، حتى الاخوان ما يقدروش يشككوا في الوطنيه بتاعته. احنا شفنا دكتور مرسي نفسه قال لك ان الفريق السيسي ده راجل وطني وطني وطني، قالها وهو رئيس الجمهوريه قالها. فاذا العمليه لازم الشعب المصري يعي المسؤوليه ويعي ان فريق السيسي لازم نساعده، مش عايزين من اول بره نقعد نتشكك والكلام اللي بيحصل من اقل دروب بيحصل مشكله، لا الحمل تقيل والتركه ثقيله جدا، ولابد ان يبقى في مساعده من الشعب، وانا طبعا بأزكي ترشيحه لرئاسه الجمهوريه. هو طبعا بيان حلو خالص، واحنا كلنا غرقانين وبنتعلق في السيسي، بس انا من كتر حبي في الفريق السيسي بقول له ما تترشحش. ليه بقى؟ لان فعلا فعلا موقعه كوزير وكمشير بيحمي البلد اكتر، فده ده ده رايي الشخصي يعني، انا من كتر حبي فيه بقول له انت جوهره، ها من فضلك نحافظ عليها لمده سنتين ثلاثه لغايه ما البلد تقف على رجليها. وسياده المستشار عدلي منصور راجل كويس ونستقر، بس يعني انا ده اللي انا بطلبه. لكن راي الشعب طبعا كل شايف انقاذ، هو الشعب اناني شويه، هو عايز اللي ينقذه، مش شايف ها ان ده حمل تقيل قوي دلوقتي.